اولا عايزك تنسي كل الحاجات اللي فيها كافيين، شاي، قهوه، مياه غازيه، نعم. كل ده تشيله خالص من مشروباتها من اول الصبح لبالليل، لا ليل ولا نهار. تستعيد عنهم بشرب اليانسون والنعناع والتليو، لان دي الحاجات دي كلها ايه، مهدئات، المشروبات العطريه بالظبط. حلو. ما بعد الساعه 2 الظهر ما تاخدش اي حاجه فيها سكريات، السكريات بتعمل، حتى لو فواكه، حتى لو فواكه بلاش بالنسبه للحاله دي، ماشي تمام، عشان ده كل ده بيعمل هايبر شويه. فممكن ايه، ما تنامش، تشرب ميه كتير، ولازم تتمشى الصبحيه شويه، عشان ده كل ده بيعمل ايه، بيخدر الجسم شويه، بيطلع ماده اسمها اندورفين، بتخلي الواحد المود بتاعه مظبوط. لكن بالليل زي ما قلنا مفيش ايه. طيب المكيفات اللي ساعتها على الاكل اللي ممكن تاكله ساعتها على النوم، بالليل بقى علبه الزبادي، تاخدها، سامع يا امي، علبه زبادي وشويه مكسرات كده مفهومين، زي مكسرات الزبادي، عشان ما نروحش نشرب الحماسه كلها، لا، لوز وعين جمل، لوز يا مزاجه، اللوز وعين جمل. حلو. تعملهم مفهومين وتحطهم على الزبادي وتاكلهم قبل ما تنام، تمام، هتلاقي ان شاء الله نامت كويس. ابنها بقى عنده حب الشباب، يبعد عن ايه، عنده كل الشباب، هو شاب عنده حب الشباب، يبعد عن منتجات الالبان كلها. ما عدا الزبادي واللبن خالي الدسم، شوكولاتات ممنوعه نهائي، حلويات وجاتوهات وشرقيه وغربيه، كل ده هو ممنوع منه نهائي. الدهون في الاكل ممنوع منه نهائي، واخد بالك؟ مع طبعا بقى الحاجات الموضوعيه، سامع يا ابو الشباب، والعلاج طبعا اللي هيدوله دكتور الجلديه، بس لازم الاثنين يمشوا مع بعض. المياه الغازيه دي لما يشوفها يروح الناحيه الثانيه.